أبو علي يقول: من الله علي وأقرضت زملائي في العمل مبالغ مالية منذ 5 سنوات 30,000 50,000 100,000 وحتى الآن لظروفهم لم يردوها علي، هل أزكي هذه الأموال وأنا أعرف كم هذه؟ إذا كانوا معدمين وفقراء ولا تدري هل يرجع إليك مالك أو لا يستطيعون الوفاء فلا تزكيها حتى تقبضها، إذا قبضتها تزكيها عن سنة واحدة، سنة القبض. نعم.